وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار اتكلم في نقطة واحدة بس، وهي مسألة الأسلوب. قبل 3 يوم كنت ماشي بالشارع، فوجدت الرجل الأول سلم علي وقال لي دعوتكم ما شاء الله وتبارك الله، لكن بس الأسلوب خففوا شوية كده. مشيت قدام في نفس اليوم وفي نفس الساعات ذاته، مشيت قدام شوية وجدت آخر برضو قال لي يا أخي الأسلوب والنبز بشوية كده. مشيت في نفس اليوم نفس ذاته قدام، لقيت ثالث قال نفس الكلام. فأنا دار أتكلم عن الأسلوب، لأنه الناس انقسموا في هذا إلى أقسام. بعض الناس يقول لك يا أخي قال تعالى فقولا له قولا لينا، ويسرد الأدلة من الكتاب والسنة على إن الأسلوب الأمثل هو اللين فقط لا غير. والبعض الآخر من الناس دائرة الشدة، وإلى غيرها من الأقسام من الناس. والأصل في الدعوة يا جماعة هو الحكمة، الأصل في الدعوة هو الحكمة. الدليل قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة تعريفها هو وضع الأمور في نصابها، فالذي أو الأمر أو الشخص الذي يحتاج إلى شدة كانت الحكمة معه هي الشدة والغلظة. ولذلك قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة في محلها ولمن يستحقها من الحكمة يا جماعة، لأن ربنا قال واغلظ عليه. وهنا تأتي مسألة، بعض الناس يقول لك ياخذ الجهاد بالسيف، لا ما براول في الآية، لأن ربنا قال جاهد الكفار، وديل النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم بالسيف وبالحجة الاثنين. والمنافقين، وما عرفنا إنه معركة فيما أعلم كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام غزوة معينة وبين المنافقين كده عديل كده. إذن جهادهم هنا كان بالحجة، والحجة هنا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام واغلظ عليهم. يعني أحيانا الكلام بالحجة وباللسان أحيانا يكون من الحكمة الغلظة، لأن ربنا قال واغلظ عليهم. أما الآية الأولى نحن ما أنكرناها، ربنا قال فقولا له قولا لينا، يعني الأمر أو الموضع أو الشخص الذي يحتاج إلى لين ولا ينفع معه إلا اللين، فإذا لمت معه فأنت حكيم، فإذا وضعت الشدة في موضع اللين فأنت غير حكيم، وإذا وضعت اللين في موضع الشدة فأنت غير حكيم. والناس غالبا ما بينكروا اللين، لكن غالبا بينكروا الشدة تماما إطلاقا بينكروها من الدين. وأنا أديك نصوص، منها الآية السبقت واغلظ عليهم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 أو 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. الضرب ده شدة ولا لين في أصله؟ شدة، وغاية في شدة. الرسول قال اضربوا، إذا تم 10 سنوات وما صلى قال اضربوا. ربنا سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله قال واضربوهن،
إذا كان وعصتها ما تعصب زوجتك وهجرتها في المضجع. ابن عباس قال أن يرقد معها في الفراش ويوليها ظهره ولا يكلمها حتى تتوب، دي برضو نوع من الشدة. لكن بعد ده برضو إذا ما انتفعت به قال واضربوهن. ضربوهن دي كيف؟ شدة ولا لين؟ شدة. دليل رابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء أو بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وعزاء الجاهلية عنده معنيين عند العلماء حسب ما اطلعت. المعنى الأول إنه يدعو إلى قبلية وإلى عصبية جهوية قبلية. المعنى الثاني أن يدعو إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الجاهلية، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله. فذول اللي جيتوا بيدعوا لشرك أو إلى جاهلية، الرسول قال قول له عضي هن أبوك. تعرف الهن؟ ذكر الرجل، أنا بسرلك كده، ذكر الرجل قال قول له عضي، ما ذكر رجل تاني، عضي ذكر أبوك. أها ده لين ولا شدة؟ شدة. قال منو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني قال لا ينكر الشدة في الإسلام إلا أحد رجلين، وده لخص لنا الشغلة كلها، لأنه رجل خبير بالجماعات والفرق والمستهبلين. اثنين قال أحد رجلين اللي بينكر الشدة ده، إما جاهل، وده بتلقى العامي اللي بيقيس الدين بأحاسيسه، والله دي دغدغتني ما صح، ودي جرحت مشاعري زي العدس ما صح، ده كله باطل. قال فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم. قال والثاني إخوانجي من جماعة الإخوان المسلمين. ولاحظ الحتة دي في المجتمع بتاعك كله، البنكر الشدة ده بتلقى إما جاهل وده قليل ذاته، وإما تلقى من جماعة الإخوان المسلمين، مع إنه أشد الناس على المسلمين جماعة الإخوان المسلمين. القرضاوي البليد قال شنو؟ لما حصل الربيع اليهودي العبري ده في الدول الإسلامية، وده حركوا اليهود، انت قال حركوا منهم. المهم قال قاتلوهم وأنا شيخ الفتنة، ومرقوا وكتلوا وسووا. لما حصل مظاهرات وفي إيران شيعة رافضة، مجارمة في مجارمة، اللي بيحاربوا والما بيحاربوا كلهم، قال لا، قال لهم يا جماعة ده كده انتم بتحركوا أعداء الإسلام، وديل أعداء الإسلام ذاته. وقال ما بيدعوا لحرب اليهود، قال لأنه اليهود أهل كتاب. فالإخوان المسلمين يدعو للشدة على المسلمين، وهم أشد الناس على أهل الحق وأهل التوحيد بالمناسبة، جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده أي مسجد اللي بيغلغلك فيه في الغالب أخو مسلم، أول شيء بيعلق الورقة ممنوع الحديث في هذا الجامع إلا بعد أخذ إذن مسبق قبل 72 ساعة أو 48 ساعة من رئيس اللجنة أو من اللجنة، وبتاع اللجنة الكتبة ده ذاته قال لك ارجع علي، وأخو مسلم عمل لي سكسوكة هنا، بليد راسه قرعوبة ساكت، تمشي شاور تقول له ده يتكلم في شنو؟ بليد عنده دفاتر زي بتاعت الجماعة، وخاتيها كل صبح يلقط القروش من الناس، ما دايرك تشاركه في الحصالة والخزنة بتاعته دي. هو ما مجرم، قال انت لو دخلت بكلامك في التوحيد ده تاني الخزنة بتاعته ما بتتملي. طوالي يعلق لي ورقة في أي حتة، في أي حتة. اللي بيعمل غلاغل لدعاة التوحيد هم جماعة الأخوان المسلمين، وهم أشد الناس على المسلمين وعلى دعاة التوحيد. وفي نفس الوقت، وشوف التناقض والكذب ده كيف، في نفس الوقت هم شنو يا جماعة؟ اللي بيدعوا للين هم اللي بيدعوا للمظاهرات والتفجيرات. أهذا لين؟ يا جماعة الإخوان المسلمين، هل يعاد المظاهرات والمسيرات وحريق اللساتك في الشوارع وكسر قزاز العربات بتاعت المسلمين المساكين، هل يعاد من اللين؟ احنا بنسألهم حزب الإخوان المسلمين، هل ده من اللين؟ بعدين الألفاظ اللي احنا بنقولها دي ألفاظ شرعية. حديث البخاري رقم 122
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، إن نوفا البكالي ويقرأ البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. قال عبد الله بن عباس حبر الأمة، قال: كذب عدو الله. عدو الله ده منه؟ قاصد نوف البكالي. ابن حجر قال: ونوف البكالي رجل من الصالحين، عالم من العلماء، عالم بالإسرائيليات. وقال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف من ولاية الله تعالى، ولكن نفوس أهل العلم تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون مثل هذه الألفاظ زجرا لأصحابها ولم يريدوا حقيقتها. كذب عدو الله، دي لفظة خرج ابن عباس من لسانه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. عنده حكمة ولا ما عنده حكمة؟ دي الحكمة ذاتها، دي الحكمة ذاتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم لما قالوا له الصحابي الجليل أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه، ده صحابي جليل، أفتى فتوى كذا، قال: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، مش يعني كذاب، يعني أخطأ أبو السنابل، كقول ابن عباس كذب عدو الله، يعني أخطأ ذلك الرجل عليهم رحمة الله. فده الدين، موضع الشدة شدة. الآن أولادك في البيت، في واحد بتقول له: يا بابا عليك الله يجيب لي حاجة من الدكان، طوالي فر بيجري بيجيب لك جري. في واحد راسه قوي، راسه قوي، لو ما نهرته ولا شلت له الشبشب ما بيسمع كلامك ولا بيصلي. النهرته ده أنت كأب رحيم بأبنائك، داير له الخير ولا الشر؟ الخير. والقلت له بالراحة داير له الخير، إذا في النهاية المحصلة الخير، لكن ده نفع معه الشدة وذاك نفع معه شنو يا جماعة؟ اللين. نحن الآن بنصارع في ناس أكفر من أبي جهل. ولاحظ، نحن ما بنقول الصوفية هذول كلهم كفار، لكن عندهم طواغيت كبار استوفوا الشروط وانتفت عنهم الموانع وقالوا كفر أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط ما قال زيه. عرفته؟ ده اللي احنا بنصارع فيهم بقوة شديدة. كان ما يجي زول قاعد بعيد ما ضارب له مندي ولا رز يقعد يقول لك: والله الشباب ده بس اسلوبهم يعني سفاهة. اها، كلمة سفاهة دي لين يا بليد؟ دي ما ذاتها ما شدة علينا احنا. وكل من ينكر الشدة على أهل البدع حسب التتبع بتاعي فيما أعلم والله أعلم، تلقاه شديد على أهل الحق، لين مو عديل مع أهل البدع. يا أخي ده قال شنو؟ كان يمسك البتاع بس واحدة بس ونختم. ده الحلاج، ده ديوان الحلاج. أها، ده داير لين؟ وده مدح البرعي، الصفحة رقم كم؟ 200 بس أقرأ لك، الباقي ذاته خليه. الديوان ده من الدار السودانية للكتب، الطابق الثاني، قسم اللغة العربية، بتبيع فيه بيت، أهو ده الكتاب. صفحة 200. شوف الكفر ده كيف؟ عشان ما تقعد تقول لي لين وما لين، شوف الحاصل شنو هنا؟ نحن قعدنا لين في موضعه، ونشد في موضعه. وشوف النازل بيستحقوا لين، قال مذهب الحلاجية، ده ديوان الحلاج المدح البرعي ذاته، قال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاجي، ده البرعي المجرم. الحلاج ده دينه شنو؟ قال مذهب الحلاجية: ألف في الفقه يمكن الاستعاضة، يعني التعويض والتبديل، عن الفرائض الخمسة. فرائض الخمسة شنو يا جماعة؟ أه؟ الصبح؟ لا، ال 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 الأركان الخمسة يقصد بها هنا التوحيد، شهتين، والصلاة والصيام إلى آخر. قال يمكن الاستعاضة عن الفرائض الخمسة بشعائر أخرى بما في ذلك الحج. الأركان الخمسة: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. الصوفية قالوا دي ممكن نبدلها بحاجات تانية بما سواها شنو يا جماعة؟ الحج ذاته. بين قوسين قال إسقاط الوصايا، لأنه دي قالوا وصايا بينك وبين الله، تصل مرحلة من العبادة وما تحتاج لصلاة ولا توحيد ولا صيام ولا غيره. عشان كده محمود محمد طه الزنديق قال الصلاة ما له رفعت عني، وقال الصيام برضو برا، والحج برا، مشى لحد خروف الضحية، قال ده كلام فاضي ساكت. وطلعوا بعد ذاك ناس التراوي برضو، وكل واحد يشلت براه، ونحن بنشلته منه. بعد ذاك باه في علم الكلام قال تنزيه الله عن حدود الخلق، وجود روح ناطقة غير مخلوقة
تتحد مع روح الزاهدة المخلوقة، يعني حلول اللاهوت في الناسوت. الله بيحل في شنو يا جماعة؟ في الإنسان. أربعة ثلاثة آخر حاجة قال يصبح الولي الذي فيها ذاته، يصبح الولي الدليل الذاتي الحي على الله هو هو، ومن ثم القول أنا الحق. يعني شيخ الصوفية يقول أنا شنو؟ أنا الله ذات، والباقي أخطر كما رأيك شنو؟